موطن فتى العلم الكهربائي حسن كامل الصباح لازال يعاني من أزمة الكهرباء دون حل يذكر، فلجأ المسؤولين إلى المولدات ليدفع بذلك المواطن فاتورة الكهرباء مرتين، ولكن حرص المسؤولون وعطفهم جعلهم يشرعون بتطبيق فكرة العدادات لخفض الفاتورة. موضوع العدادات هذا موضوع يعني هو نحن الهدف منه هو إعطاء يعني أجود مثل ما بيقولوا أجود خدمة بأقل تكلفة، هو هذا العداد. ليش؟ خصوصا ويكون عادل للمواطن ولصاحب المولد اللي عم ينتج الكهرباء. يعني لا يمكن انك تفرض اي انسان يركب عداد او يركب حتى مقطوعه. يعني في ناس ما بدهاش لا عداد ولا مقطوعه، بدها شيء مثلا يعني بكش تلزميها. اكيد يعني الدوله هدفها كمان هدفها العداله، هدفها انصاف الناس، مش هدفها انه تجي انه الزام بمعنى الالزام. لا، هو الملزم هو صاحب المولد. نحن كبلدية نحن التزام كلي فيه لموضوع العداد. نحن ما في حدا أي إنسان بيتصل يقول بده عداد، منسجل اسمه، منخد رقمه، منقول له نحن حاضرين لتركيب العداد. يعني نحن بشكل عام العدادات مش من هلأ عاملينا تقريبا لنا شيء 4 سنين أو 5 سنين نشتغل عليها، وأكيد التسيرة اللي حاطينا لا منا منيحة لنا أبدا. يعني هيدي التسعيره بيستفيد منها بس الزبون. هيك بصراحه يعني اذا بدها توصل لسعر مزبوط لتوفي مش تحت ال 600 650. يعني هلا في ناس بس تطلع على البيت بتشوف عداده، او بس تنزل بتشوف عداده، بتطرق بدها تعرف قد ايه بدها تدفع. في ناس ما بتهتم، ما بتسال. اللي عنده كميه كهرباء كتير نحن بنستفيد منه اذا حط عداد. اللي ما عنده ما بتستفيدي منه. يعني هلا مين بيروح لعندك انت؟ مين بيجي على العداد؟ اللي بيخسرك يعني منيح ومش منيح. الديجونتر احلى، العداد منحس كتير عماله بيصرف. المحل منيح بالنسبه للمحل منيح، بس بالنسبه للبيت لا. ايه في فرق كبير. نحن ولا مبارح ركبنا، هلا انا بعدني ما لا مع ولا ضد. هلا بدنا نجرب، وخلال التجربه بعرف اذا فادتني يعني بكون مع، اذا ما فادتني بكون ضد. يعني انا سالت وقالوا انه فيها افاده، انه هي مثل ما انت بتصرفي مثلا كهرباء بيطلع عليكي مصاري، واذا ما صرفتي ما بيطلع عليكي مصاري. يعني وهلا بهيدا الزمن يعني واحد بده شوي يشوف اي شيء انه يقتصد فيه، خاصه عنده محل عنده بيت، فكله على بعضه. انت بتعرفه طبعا مع فكره العداد، لانه كل واحد قد ما بده يصرف. يعني الحق فيش مثل الحق، انه يصرف الواحد قد ما يصرف وما في مشكله. هيك ساعتها بحس حاله الواحد مش مغبون يعني بالمجال. يعني هلا بعدني عامله جيد، بس انا لانه مش مقتنع بهالفكره ما بعملها. يعني مقتنع في هالشيء، يعني انه افضل كل واحد ياخذ حقه، قد ما اصرف ياخذوا حقهم هن. يعني وانا بكون انا مقتنع انه انا اذا صرفته ما حدا عم ياخذ لي من حقي. بس انا اذا كانت مقطوعيه مثلا انه ما بعرف اني قد ايه، كيف عم يسعروا، كيف عم يعلوا السعر، يعني ما فيش سقف. لا نحن مش مركبين عدادهم، يعني ما عدود. يعني بالنسبة لمحلاتنا هو الأفضل أنه يكون في عداد أو فرن، بس بالنسبة للمصالح الباقية لا ضد. يعني أنه في مصالح لا ما بيناسب العدادات أبدا. هلأ لا، يعني كنا مفكرين بهذا الموضوع بس بعدين حسبناها لا ما نفكر حتى عدادات. بين المسؤولين وأصحاب المولدات والمواطن أزمة عدادات لم تنتهي بعد، ولكن رغم ذلك بدأ العمل بها. فهل ستنجح هذه التجربة ويستفيد منها الجميع؟ أم ستحل بخسارة على أحد منهم؟ زهراء شرف الدين، موقع جنوب لبنان.